ومن هنا خلوني أرجعكم على مصر تعود إلى زينتها الأولى. مصر ما تبقاش مصر من غير الفلاح المصري. ما تنساش إن اللي بنى مصر هم الفلاحين، الفلاح اللي زرع الأرض دي فأغلت عليه الأرض من خيرها، وطبعا الفضل ربنا سبحانه وتعالى. فبسبب هذه الزراعة اتعلم الفلاح المصري الهندسة، عرف يقسم السنة، عرف فين وقت الفيضان، عرف ازاي يقسم الترع والمسائي، عرف ازاي يبتكر طرق مختلفة لأجل الري والزراعة إلى آخره. وبالوقت أصبح جزء من هؤلاء الفلاحين مهندسين وبنائين عظام ما جابهمش التاريخ قبل كده ولا هيجيب زيهم بعد كده. عملوا كل اللي حضراتكم شفتوه في مصر لأكتر من 7000 سنة فاتوا، وأنا أظن يمكن لو ربنا كاتب للدنيا أن نستمر للـ7000 سنة اللي جايين. هم نفس المصريين اللي بيبنوا كل حاجة حضرتك بتنبهر بيها دلوقتي. مصر بتحتفل بعيد الفلاح من وقت ما بقى عيد للفلاح موجود من 69 سنة، وسط إنجازات زراعية الحمد لله غير مسبوقة، إنجازات زراعية بصحيح يفخر بيها الفلاح المصري والمصريين أمام العالم. معانا على التليفون معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا بيك يا معالي الوزير، وكل سنة وحضرتك طيب وكلنا طيبين. مساء الخير يا يوسف، كل سنة وكل الفلاحين بمصر طيبين. اللهم أمين طيب. اللهم أمين. نقول إيه النهاردة يا معالي الوزير في عيد الفلاح؟ وزي ما أنا كنت بقول كده بإنجازات مصر اللي بناها الفلاحين، ده مما لا شك فيه ولا مناقشة ولا جدال، لكن النهاردة أصبح فيه كمان عندنا إنجازات تضاف إلى سجل إنجازات الفلاح والمزارع المصري على مدار التاريخ. يعني خلينا أبدأ الحديث زي ما حضرتك قلت كده، إن الحضارة المصرية وارتبطت مصر والحضارة بالزراعة. حلو. يعني المصري القديم أول من ابتكر الآلات الزراعية وآلات الري. صح. لدرجة إن المصريين القدماء اهتموا بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد. تخيل إن أول من وضع أساس التقويم الزراعي مصر، مصر كانت أول دولة نظمت الزراعة فيها وفقاً لمواعيد محددة. فقطاع الزراعة كان ولا يزال محل اهتمام الدولة المصرية. حلو. لأن قطاع الزراعة زي ما حضرتك بتقول قطاع استراتيجي. طبعاً. قطاع بيتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي. تزايدت أهمية قطاع الزراعة في ظل جائحة كورونا، بقى بننظر إليها لأنها مسألة أمن قومي وأمن غذائي. مظبوط. قطاع الزراعة هو المسؤول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب، مسؤول عن تعزيز الأمن الغذائي، مسؤول عن تحسين التغذية. قطاع الزراعة آلية مهمة لتوطين التنمية المستدامة. طب قول لي يا دكتور، قطاع بيساهم ب 15% من ناتج المحلي الإجمالي، قطاع بيستوعب 27-25% من القوى العاملة، قطاع تشابكي، يعني النمو فيه يؤثر على قطاعات أخرى مرتبطة. قطاع تمثل الصادرات السلعية الزراعية أكثر، حوالي أكثر من 17% من الصادرات السلعية المصرية. قطاع بيؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. لك أن تتخيل قطاع بهذا الحجم وهذا والجهد اللي حضرتك بتقوله، أن الدولة المصرية من هذا المنطلق يمكن قطاع الزراعة خلال الـ7 سنين اللي فاتت. أيوة. قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة في كل المحاور. كل محاور التوسع الأفقي، واتكلمنا مع سيادتك قبل كده مع التوسع الرأسي، تحديث نظم الري، الاهتمام بالثروة الحيوانية. أقدر أقول إن أنا أقدر أقول يا فندم السمكية، كل دي مرتبطة بقطاع الزراعة. قطاع الزراعة يعني، وإحنا في هذا اليوم بنقدم التهنئة لكل فلاح وكل مزارع مصري. بترجع تاريخ يعني عيد الفلاح الى 9/9/1952 اللي هو تاريخ اصدار قانون اصلاح الزراعه. ايوه، مع ثوره يوليو. من هذا التاريخ واحنا بنحتفل بالعيد 69 كنا عايزين نقول للفلاح المصري، ويمكن التهنئه اللي طلعت من مجلس الوزراء النهارده بتؤكد، عايزه تؤكد ان الفلاح في بؤره اهتمام الدوله المصريه. طيب سياده الوزير، سياده الوزير، لدعم الفلاح المصري والمزارع المصري اللي اثبت خلال جائحه كورونا
قدرته على الصمود وقدرته على العمل في ظل الاجراءات الاحترافيه. حلو، ده كلام جميل يا معالي الوزير، لكن السؤال اللي احنا مهم ان احنا مهم يا معالي الوزير، المنتجات والسلع الغذائيه بدون اي نقص وبدون اي تغير في الاسعار، كل ده بجهد وعرق الفلاح وبدعم غير مسبوق من الدوله المصريه والقياده السياسيه اللي تبنت بصوره غير مسبوقه قطاع الزراعه والعاملين والمشتغلين بهذا القطاع. حلو جدا. طيب معالي الوزير، سؤالين يعني اذا كان في من واحد اكيد عليه اجابه. الاولى هي انه مصر قدرت في السبع سنين انها تزيد الرقعه الزراعيه بمقدار كم فدان؟ يعني عايزين نقول ان قطاع الزراعه مش زودت بس، ده زودت واستعوضت اللي تاكل. حلو. يعني عندك قطاع الزراعه لما بتتكلم عن المساحه الزراعيه لابد ان احنا ننظر للمساحه الزراعيه يا يوسف ايه؟ ليس من منظور التوسع الافقي فقط. التوسع الافقي يعني احنا عندنا النهارده الارض الزراعيه 9.4 مليون فدان، وهناك اتجاه لاستصلاح اراضي سواء في الدلتا الجديده او في سيناء او في توشكا او في جنوب الوادي او في غرب المنيا او في الحاجات دي تفوق ال 4 مليون فدان. عظيم جدا. بخلاف التوسع الافقي كمان ان انت بتتوسع راسي زياده انتاجيه الفدان مستوى الانتاجيه، وان انت تقدم بذور جيده تحسن الانتاجيه، ده يعتبر زياده ايضا في مساحه الرقعه الزراعيه. طيب باستخدام مصطلح انت تقدم نظم جديده وانتاجيه جديده واليات جديده، فانت بتهتم بالزراعه وبتحسن مستوى الارض، فاحنا عندنا توسع كتير في مجالات الزراعه، وبالتالي هو ده اللي حقق لنا القدر الكبير من الامن الغذائي. اكتر من رائع. انا عندي سؤال يا معالي الوزير، باستخدام مصطلح مثلا اللي هو ايه، بشرى ساره للفلاحين المصريين بمناسبه عيد الفلاح، هل لدينا النهارده حاجه اقدر اقولها للفلاح المصري باعتبارها بشرى ساره ليه؟ تقدر تقول ان هو مشروع حياة كريمة اللي أطلقه سيادة الريس. حلو. اللي هو تطوير الريف المصري، هو الريف المصري مين اللي متواجد فيه؟ الفلاح المصري. الفلاح والمزارع المصري. طبعًا. فالمشروع العملاق، مشروع القرن، المشروع القومي اللي أطلقه فخامة السيد الرئيس، اللي هو هيغير وجه الحياة في أكثر من 55 مليون مواطن مصري، معظمهم من الفلاحين والمزارعين، أليس دي هدية، أكبر هدية للفلاح المصري؟ في عيده. دي نمرة واحد. حلو. نمرة اثنين، الدولة ابتدت إلى تدعيم الفلاح في مسألة الزراعات التعاقدية، بدأنا فعلا نشجع مسألة الزراعات التعاقدية. إن احنا نبدأ نتعاقد، بدأنا بمحصول فلسطين وعباد الشمس، لأن النهاردة الحمد لله احنا يمكن بدأنا حاجة برضو مبشرة وحاجة كويسة بمناسبة عيد الفلاح، بالنسبة للقطن المصري. أيوه. القطن المصري احنا بدأنا اول مزاد للقطن المصري منذ يومين، سعر القطن جيزة 95 تجاوز ال 3700 جنيه انطار. الفترة المماثلة من العام السابق كان ب 1800. ما شاء الله. طب فانت الزيادة دي هتعمل ايه؟ هتدفع الى، في ظل توجهات السيد الرئيس بالاهتمام بالقطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، السعر السنة اللي فاتت القطن المصري في هذا التوقيت وفي هذا اليوم كنا في أول مزاد كنا بنعرضينه ب 1800، النهارده 3700 و3800. ده إيه؟ جيزة 95، لكن تخيل بقى جيزة 94 و96 و97 بتاع بحري بيبقى أطول، وبالتالي قد يكون الأسعار أعلى من كده. فدي يا مساهل في النهاية خالص، دي هدايا أو بتصب في النهاية في مصلحة الفلاح والمزارع المصري. فما يقدم والله من خدمات في قطاع الزراعة سواء على كل المحاور، القوافل البيطريه اللي بتلف القرى عشان ترعى الثروه الحيوانيه وتحافظ عليها، والتحسين الوراثي اللي بيزود من انتاجيته زي ما فخامه السيد الرئيس قال في 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 المؤتمر، ان اللي نحسن الرؤوس بحيث ان احنا معدل التحول في اللحوم واللبن يبقى اعلى من الراس العاديه، ده تحسين في مستوى ودخل الفلاح. مفيش خلاف على ما يبدو انه هناك الكثير من الاجراءات اللي تم اتخاذها لتحسين احوال طبعا الفلاح طبعا. ومش بس التحسين ولكن خلق نقله نوعيه لدى حياه الفلاح. معالي الوزير انا بشكرك جدا،
طبعا عارف انا احبك قد ايه واقدرك قد ايه الحقيقه. اشكرك جدا 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 معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، ويعني شكرا طبعا على هذه المداخله الهاتفيه.